لقد كانت مباراة جميلة، سعدنا بمشاهدتها. لقد كانت مباراة رائعة، وأعتقد أننا استطعنا نقدم أداء جيد. كانت هناك أحاسيس مختلفة بسبب تقلب النتائج، ولكن أهم شيء أننا حصلنا على مبتغانا، ولكن كان بالإمكان اغتنام الفرص. في الكثير من المرات كنتم متقدمين بوقع هدفين، هل هي خيبة أمل أنكم فرطتم في هذا التقدم؟ في كل مرة نسجل فيها هدف كانت هناك ردة فعل قوية من لاعبي ريال مدريد، ولكن كان علينا نتحكم في الكرة بطريقة أحسن، وخاصة في التمريرات والمحافظة على ذلك التقدم. أنا سعيد بالنتيجة المحققة، وريال مدريد هو ريال مدريد، وهذا النادي يمكن يحقق العودة في كل وقت. إذا أنتم في نفس الوضعية التي خضتم بها مباراة ربع النهائي ضد أتلتيكو مدريد، رغم فارق الأهداف. لعبنا ضد أتلتيكو مدريد، ولكن سنخوض مباراة قوية ضد ريال مدريد. ريال مدريد مختلف عن أتلتيكو مدريد، مباراة الإياب ستكون مباراة مختلفة، وعلينا أن نسيطر على المباراة بطريقة أحسن، وعلينا أن نحذر كريم بنزيما الذي يمكن يسجل الأهداف في كل وقت. حينما تذهبون إلى هناك وتحصلون على نظافة الشباك، يعني أنكم تذهبون إلى النهائي. هل بالإمكان محافظة على نظافة الشباك على أرضية سانتياغو برنابيو؟ أعتقد أنه بالإمكان نحافظ على نظافة الشباك، وبينا في الكثير من المرات وأن دفاعنا يمكن أن يكون صلبا حينما نريد أن نحقق ذلك الأمر، ولكن علينا أن ننتظر هذه المباراة. لا نعرف أيضا وأن ريال مدريد يمكن أن يخلق كثير من الفرص، ستكون مباراة مثيرة. هل أنتم تذهبون إلى مدريد بأسبقية؟ لا يمكنني أقول أننا نذهب بأسبقية، ولكن المباراة يمكن أن تنتهي بواقع 0-0 أو 1-1. إذا نتمنى لكم الحظ الأوفر في المباراة القادمة. هذا هو المستوى العالي من التنافس. إذا دخلت المباراة بدون ثقة فأنت تتراجع، ويحدث ذلك في النهاية، لأن مانشستر سيتي هو فريق جيد جدا، يلعب على أرضهم ويضغطون بشكل كبير ويسجلون هدفين. لماذا عانيتم كثيرا؟ ما الذي احتجتم إليه في هذه المباراة؟ هل مشكلة في وسط الميدان؟ هل ربما لنقول بأننا كنا نحتاج القليل من كل شيء؟ في هذه المباراة احتجنا إلى الطموح، إلى الضغط، إلى الثقة، لأننا قمنا بذلك بعد مرور 25 دقيقة من المباراة. إذا لماذا لا نقوم بذلك طوال 90 دقيقة؟ كيف بعد أن أهدرت ركلتي جزاء في بامبلونا تنفذ هذه الركلة على طريقة بانينكا؟ دائما ما أقول، إذا لم تنفذ ركلة جزاء فأنت لن تفشل أبدا. إذا يجب عليك أن تتحلى بالثقة وتذهب وتنفذ، ولكن ربما يجب أن تذهب بدم بارد من أجل أن تقوم بذلك في لحظة حاسمة ومهمة، لأنها جعلتكم تعودون في المباراة. نعم هذا صحيح، أنا أثق في نفسي كثيرا، وبالتالي ذهبت ونفذت ركلة الجزاء. مرحبا بك في قناة كرة بالعربية، شكرا لك على مشاهدة الفيديو ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية. اشترك في قناة كرة بالعربية ليصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.